الاجراء اللي بنقوله ده مش هنقول عليه عملية برضو، ده الاجراء برضو بياخد وقته قد ايه، والاجراء ده يلحقنا نفسه البنج بتاعه ايه؟ برضه بينج موضعي ده، يعني احنا اكشولي ممكن نعمله جوه العياده، يعني هو كلينيك بيست ما فيهوش مشكله، لكن لكن في الحقيقه احنا بنعمله في المستشفى لان احنا بنخاف على العيانين بتوعنا، لان دلوقتي زي ما انت عارف المشكله ان في شغلنا ان هو في ناس كتير غير متخصصين ابتدوا ان هم يتدخلوا فيه، فابتدينا نشوف منه مشاكل. لكن لما انت بتعملها في مكان كنترول مقاوم يعني ما فيش اي التهابات موجوده فيه او انفكشن بشكل عام، موجودين في اوضه عمليات كل حاجه متجهزه، بتبقى كل حاجه في ايدينا وممكن احنا نتحكم فيه.